اخد الكاتب الصحفي الكبير الاستاذ عبد الستار حتيتا: ايطاليا لا تقبل ابتزاز بشان مواطنيها الذين يجب ان يعودوا الى الوطن. استاذ عبد الستار، مساء الخير يا فندم. استاذ عبد الستار، مساء النور، سمعك. اهلا بحضرتك. اهلا بيك، مرحبا. استاذ عبد الستار، الم تكن حكومه الوفاق تعلم ان هيجي لها يوم تحتاج ايطاليا لما منعت البعثه اللي كانت رايحه من ايطاليا واحرجتهم ورجعتهم تاني وقالت ما خدوش تصريح، بينما دول اخرى تعيس فسادا دخولا وخروجا حتى في قصور الرئاسه؟ والله مشكلة إيطاليا أنه ليس لديها سياسة واضحة وطويلة المدى فيما يتعلق بالملف الليبي. لهذا يمكن فهم التلاعب الطرف الليبي بالإيطاليين. يعني لو نظرنا خلال الشهور الماضية سنجد أن إيطاليا أحيانا تقف مع فرنسا ضد الميليشيات في ليبيا وضد الجماعات الإرهابية وضد المرتزقة، وأحيانا نرى أنها تتعامل مع تركيا بشكل مباشر وتنسق مع فيما يتعلق بالملف الليبي وفيما يتعلق بمشكلة مشكلة الغاز في البحر المتوسط. لهذا الطرف الليبي لا ينظر بارتياح إلى التصرفات الإيطالية، أي كان الطرف الليبي سواء في الشرق أو في الغرب. لديه نوع من الشعور بالارتباك في طب إيه رأي حضرتك السبب وراء أن إيطاليا ملهاش سياسة واضحة تجاه ما يحدث في ليبيا أو ما يجب أن يكون في ليبيا؟ أولا هناك مشكلة رئيسية يعاني منها الأوروبيون، وإيطاليا على وعي بهذه المشكلة، وهي هشاشة الموقف الأوروبي خلال السنوات الأخيرة طبعا. وضعف الترابط ما بين الأوروبيين ووجود تنافس داخل البيت الأوروبي. وإيطاليا كانت، يعني إيطاليا نفسها كانت تتنافس مع فرنسا وما زالت في الملف الليبي وفي العديد من الملفات المتعلقة بأوروبا والمنطقة. الأشياء الأخرى أن إيطاليا تبحث بشكل سريع وفيه قدر من الـ يعني التهور لحماية مصالحها في ليبيا، حين تشعر أن هناك ترتيبات تقوم بها تركيا، يعني ترتمي في أحضان تركيا مباشرة دون حساب للعواقب ودون حساب للمتغيرات في المستقبل. حين تشعر أن هناك ضغوط دولية على تركيا وأن تركيا يمكن أن تخرج خالية الوفاق من ليبيا، تعود مرة أخرى إيطاليا إلى التنسيق مع الاتحاد الأوروبي وأشياء من هذا القبيل. طيب، ولا ننسى أيضا أن إيطاليا كثيرا ما تبتز الاتحاد الأوروبي للحصول على أموال. طيب، نعم. فيما يخص صيادين صقلية 18 المحتجزين في شرق ليبيا، دول تحت ولاية الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر، لكن في مصادر إعلامية ليبية كانت ذكرت وقت سابق أن أهالي الليبيين الأربعة اللي بيقولوا عليهم لاعبوا كرة قدم، وإيطاليا بتقول إن هم تجار بشر وتسببوا في وفاة 49 مهاجر وهم محتجزون في إيطاليا. المصادر الإعلامية الليبية قالت إن أهاليهم تلقوا ضمانات من الجيش الليبي الوطني في بنغازي إن إطلاق سراح الصيادين مرهون بإفراج إيطاليا عن أبنائهم. هو هينفع يعني يبقى في المبادلة دي؟ أعتقد أن الصيادين الإيطاليين المحتجزين سيتم يعني محاولة استغلالهم سياسيا، محاولة الحصول على مكاسب من وراء هذا الاحتجاز. هناك أيضا تحقيقات فيما إذا كان هؤلاء صيادون بالفعل أم هناك أمور أخرى. يعني لا ننسى أن الساحل الليبي ملتهب، منطقة خليج سرت ملتهبة، هناك قوارب وهناك سفن وهناك طلائع من هذا الجانب وذاك الجانب تحاول أن تخترق الخطوط الخاصة بكل منهما. يعني هناك ملابسات كثيرة، ولهذا أنا أعتقد أن الجيش الوطني الليبي والسلطات في الشرق سوف تتأنى قبل عملية تسليم هؤلاء الصيادين، وسوف تحاول أيضا أن تحصل على مكاسب من وراء هؤلاء الصيادين، سواء بالإفراج عن بعض المواطنين الليبيين هناك أو حتى تسليم بعض المطلوبين لحكومة الشرق ممن لجأوا إلى إيطاليا في الفترة الأخيرة. شكرا جزيلا الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ عبد الستار حتيتا، بشكركم على هذا الجزء من الأخبار.